راني نقول لك احرجتهم، يعني راني نقول لك خاصه الافتتاح اللي ندار مبهر كاع العالم، يعني العالم كاع مبهر بالتنظيم. يعني رانا نشوفوا نمشيو المترو، نمشيو تراموي، نمشيو للحافلات، كيفاش الناس تعامل، كيفاش هادو مبهرت الناس وعطاو القوانين ديالهم. قال الخمر ما كاش هنايا، يعني داروا القوانين ديالهم كاع كما ينبغي. واليوم رانا شفنا، يعني شفنا التنظيم يعني في مستوى عالي، والنسخه الجايه 2026 راح تندار في ثلاث قارات، ما نقولش ثلاث بلدان، ثلاث قارات، يعني كندا، المكسيك، والولايات المتحده. يعني ما من المستحيل تشوفي يعني مقابلات في نهار واحد تروحي الملعب، كاين غير هنا في الدوحه اللي تشوفي ثلاث مقابلات في نهار واحد ولا اربع مقابلات في نهار واحد. تحبي تشوفي اربع مقابلات، ديري اربع مقابلات تشوفيهم في نهار واحد، عادي عادي. يعني كي يكونوا زوج مقابلات هذه عادي، كل يعني نورمال. مي دوكا احرجت، يعني كيما نقول قطر احرجت البلدان واحد اخرين اللي راح ينظموا كاس العالم بالتنظيم ديالهم، يعني بالحفاوه، بالاستقبال تاعهم. شوفي كيفاش باكي تجي داخل يعني المطار، التسهيلات اللي عندك، كل شيء، يعني ما عندك حتى مشكل، يعني يسهلوا لك كاع الامور. هاكي تشوفي الفنادق ديالهم كيفاش منا، يعني والله نشكرهم. يعني كيما نقولوا الحفله الدوليه اللي داروا هذه طبعة ديال تاع كاس العالم ماهيش سهله، مي هما راهو يعني كيما نقولوا وفقوا فيها 100%.